فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. نقول إعلان مديرية العمل وكالة وطنية حسين السكن الطوري دي جي أديان. إعلان عن بيع ل 94 محل تجاري خدماتي ولاية تيزي وزو، 66 محل تجاري و 28 خدماتي بحي الفيل مسكن القطب الامتيازي إكسيلونس ولاية تيزي وزو ولاية تيزي. تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن والطوري عدل إلى المواطنين المهتمين بشراء محلة تجارية المجازة في إطار برنامج بيع بالإيجار لولاية تيزي وزو أنها تعرض بالمزايدة وبالتعهدات المختومة ل 94 محل ذا استعمال تجاري ولاية تيزي وزو. كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على المضمون الإعلان الصادر يوم 19 ماي بجريدة المساء، وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر مديرية المشاريع لولاية تيزي وزو ديريكسيون دي بروجي ولاية تيزي وزو 110 مسكن عدل ولد فالي، وذلك لسحب دفتر الشروط كيتشارج. وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط ب 15 يوم من ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان الساعة 12 منتصف النهار. أما عن آخر أجل لإيداع العروض ديبو دي زوفر فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12 منتصف النهار. أما عن فتح الأظرفة لوفرتي ديبلي فسيكون في جلسة علنية بالمديرية الجهوية الجزائر العاصمة الشرق المتواجدة بحي 416 مسكن جسر قسنطينة عين ناجا لا سيتي الجزائر العاصمة، وذلك في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض ديبو دي زوفر على الساعة الواحدة بعد الزوال. ولمزيد من المعلومات تقرر المصلحة التجارية سيرفيس كوميرسيال للوكالة الوطنية تحسين السكن والطوري الوكالة الجهوية الجزائر العاصمة الشرق. ربي يجيب الخير وربي يفرج الجميع وشكرا. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.